تعلم الألمانية، تعابير أدبية رائعة، كيف تقول باللغة الألمانية كنت متأثرا حتى البكاء. السلام عليكم، في هذا الدرس سوف نتعلم عبارة أدبية رائعة جدا، والعبارة هي كيف تقول كنت متأثرا حتى البكاء أو حتى التدميع. إذا كيف تقول كنت متأثرا حتى البكاء؟ إذا عبارة متأثر حتى البكاء أو حتى التدميع أو تساقط الدموع أو إلى غير ذلك تكون بالعربية تسوتغينن بغيوت زاين. تسوتغينن بغيوت زاين، تسوتغينن تعني حتى تساقط أو تهاطل الدموع. ديتغينن هي دمعة وجمعها ديتغينن. بغيوت تعني متأثر، بغيوت سوترينن بغيوت زاين تعني متأثر حتى التدميع أو حتى البكاء. إذا كيفية استعمال هذه العبارة الرائعة في جملة يكون كالآتي: إيش فا سوترينن بغيوت als ich diese schrecklichen Bilder gesehen habe. Ich war zu Tränen berührt, als ich diese schrecklichen Bilder gesehen habe. الترجمة إلى العربية تكون: كنت متأثرا حتى البكاء عندما شاهدت الصور المروعة. Ich war zu Tränen berührt, als ich diese schrecklichen Bilder gesehen habe. كنت متأثرا حتى البكاء عندما شاهدت هذه الصور المروعة جدا. مثال ثاني: Ich war zu Tränen berührt. كنت متأثرا حتى البكاء أو حتى نزول الدموع من عيني. Als ich dahelt, als عفوا als dahelt in diesem Film gestorben ist. Ich war zu Tränen berührt, als dahelt in diesem Film gestorben ist. كنت متأثرا حتى البكاء عندما قتل البطل في هذا الفيلم. وأخيرا أعزائي أشكركم على الاهتمام. يمكنكم تحميل الرابط على أسفل الفيديو، تحميل الدرس على أسفل على الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني والانضمام لصفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. إلى اللقاء في دروس قادمة.